يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 18، الإسكندرية 26 20، مطروح 24 19، بورسعيد 27 23، الإسماعيلية 30 17. أما في السويس 30-19، العريش 28-17، طابة 27-16، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 32-20. أما في الأقصر العظمى 32، الصغرى 16، أسوان 33-17، الوادي الجديد 31-19، حلايب 30-22، وأخيراً شلاتين 32-23. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.